شيخ قبل الختام نريد أن نستمع لأخينا في حال كيف تاب. يعني قد يكون واحد يزني يتوب سهلة، يسمع قرآن، يسمع أغاني يتوب، يسمع معازف يغني، يكذب، يسرق، لكن كون أن إنسان قطع هذا الشوط مع الشياطين، كيف أصلا تكون بداية التوبة أصلا حتى نختم بها؟ وما هي البلاءات التي تحصل للإنسان في التوبة وبعد التوبة وقبل التوبة؟ فلو أخبرتنا أخي داود، بما أن الوقت قد داركنا، كيف فعلا أكثر الناس يقول كيف ساحر يتوب؟ بداية التوبة كانت بسيطة، عبارة عن رؤية ولكنها عظيمة في نتيجتها وفي منفعتها لي بالذات. في أحد الليالي وأنا في محافظة الحديدة، بعد ليلة من السحر والشعوذة، فجأة أشعر بخمول في جسدي، لا أستطيع أوقف، النوم مال عيوني، فطلبت من صاحب البيت أن يفرغ لي مكان أرتاح فيه، فاستغرب واستغرب الحاضرين، لأنه أنا لا أنام إلا عند شروق الشمس من كل يوم، أقوم من مجلسي أذهب أنام، إلى الظهر أقوم أتغدى وأرجع إلى مجلسي على القات وغيرها. فطلبت من الرجل تفريغ المكان، ففرغ لي مكان جزاه الله خير، وذهبت إلى هذا المكان، ما شعرت أني بعدت شيء من ثيابي أو نمت على ما أنا، والله لا أشعر. وأنا في المنام جاءتني الرؤيا الذي كانت سبب في إنقاذي وخروجي من هذه الظلمة وعودتي إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الموت. حلمت إنه جاءني الموت، وموتك كما تموت الأنفس، ومرت علي كل مراحل الجنازة، من غسيل، من تغسيل وتكفين ونقل إلى المسجد وصلاة ونقل إلى قبر ودفن. كنت أشعر إني حي، إني صاحي، أشتي أتكلم مع الناس ما أنا قادر، حتى في شفير القبر عند دخولي في القبر ويقولون خلصنا، يكون حي ولا ميت، يعني ادفنوا. بعد هذا شعرت وأنا داخل القبر إني صحيت، أصحي في مكان لا أرى فيه شيء من النور أستأنس به، لا أسمع فيه صوت يأنسني أو يهدئ من خوفي شوية، مكان ظلمة، وإذا بالظلمة تزداد والخوف يزداد، بقدوم شيء علي أصوات كالرعد، والله الذي لا إله إلا هو، إنه كنت أحس القلب ينفطر من داخل يعني جوفي من شدة الخوف، حتى وصلوا إلي برعب، بخوف، انتهار كما قال صلى الله عليه وسلم، ينتهرونه انتهار العاصي. فسؤال، فيما كنت؟ الله، كنت مع الشياطين، ولي بن علوان، وديني كتاب المندل والجفر وشمس المعارف وغيرها، يعني حراسي من الشياطين. ايش اقول؟ اقول هذه العبارات ما انا قادر حتى اقولها، ما استطعت اتكلم. من ربك؟ ما كنت معتقد بالرب، ما كنت معتقد بالله، عقلتي بمين؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما فيش فايده. صليت؟ قلت لا ما صليت. قالوا تصلي، امر بي ان اصلي، استخلص من الكلام، ما انا طاهر، اشياء اطهر، ياتيك الماء. وإذا بشيء، والله الذي لا إله إلا هو، وأنا في هذه الليلة المباركة أمام هذه الوجيه، أتى إلي شيء يغلى، لو مرت عليها الطائرة يمكن تسقط. أتوضأ بهذا الماء؟ شيء يغلى بعضه على بعض، فين أروح بنفسي؟ أريد أستخلص أشرد، ظهرت لي شيء وكأنها يد من الأرض مسكتني في هذا المكان ورفعتني إلى أعلى مكان وتعيدني في هذا القدر الذي أحضره، فخرج مني صوت حتى صح البيت بالكامل،
بيت ثلاثة دور، والله إنه يقول لي في الدور الثالث واللي في الدور الأول وأنا في الدور الوسط، كلما اجتمعوا إلى عندي للغرفة ما مع هذا الصوت الذي خرج من هذه الغرفة من شدة الخوف. جاء أول عرق يتصبب منه، قاعد مذهول، مالك؟ قلت لهم ولا شيء، بس تعبان، خلوني يرتاح. صاحب البيت قال عندما جاءن هذول النساء، كان في نساء جاءن بعد ما ذهبت إلى الغرفة أنام، قال أكيد الشياطين فيهن أقوياء، يعني هو الذي خلوا صاح هذا الصوت. قلت له ما هذا بخوف، أنا بس تعبان خليني ارتاح. راح نمت ثاني مرة، وإذا أنا أمشي في مكان مرتفع وأرى الوالد في نفس المكان الذي كنت أنا فيه يتوضأ بنفس هذا الماء، يصلي في نفس المكان الذي أمر بي أن أصلي فيه، وإذا به ينادي ويقول يا داود اهرب من عندك، لا تقرب، لا تقرب، عد عندك فرصة، عد عندك وقت للصلاة، عد عندك وقت لقراءة القرآن، عد عندك وقت أن تصلح ما قد أفسدته، اتق الله، والله لن ينفعني في هذا المكان أحد إلا الله، الله وحده الذي سينفعك في هذا المكان، لن ينفعني أحد، اصلح ما قد أفسدته، وقت موجود أن تصلي، عد عندك وقت أن تقرأ القرآن، عد عندك وقت أن تصلح ما قد أفسدته. فصحيت من هذا النوم وأيقنت على التوبة وأقبلت على الله وأنويت أن أصلي، والأول مرة أنوي أن أصلي لله سبحانه وتعالى في هذه الليلة. أردت أن أقوم، بدأت المعركة، بدأت المعركة بيني وبين الشياطين من هذه الوهنة ومن هذه اللحظة، ما استطعت أقوم من الفراش، كأن العظام يعني أخذت مني ما بقي إلا اللحم زي العجين. أستعنت بالله سبحانه وتعالى، اللهم إن كنت تريد بي خيرا فوفقني إلى أن أعبدك وأسجد لك. دعيت الله سبحانه وتعالى دعوات فتقبلها سبحانه وتعالى. ذهبت إلى دورة المياه، تطهرت، تروشت، وغيرت ثياب غير ثيابي، لبست ثياب من حق صاحب البيت غير الثياب اللي كانت علي، ورجعت لأصلي. حسيت نفسي أني انتحرت، خرج مني دم، حتى كنت أشوف المكان مغطى بالدم، والدم مما يبطل الصلاة، ولكن أصريت أن أصلي. ما في فائدة، امتلأت الغرفة بالإناث من الشياطين بأقبح المناظر، حتى أني أفتن وأترك ما قدمت عليه من الصلاة، ما نظرت إليهم، كنت أنظر ولكن عيون قلبي مغطى منهم، أنظر بعيون الجوارح فقط. قرأت الفاتحة ثم قرأت سورة الإخلاص، فركعت ثم سجدت، وإذا بالملعونة وضعت عورتها عند وضع ناصيتي، عند وضع السجود، فرجعت وسألت الله أن يصرفها فصرفت. وفي الركعة الثانية أمتلأت الغرفة بشياطين من الجن والإنس يمارسون الرذيلة أمام عيني، وكأنهم يقولون هذا لك، اترك ما أنت عليه، ما قدمت عليه، ولكني أصرت على هذا التوبة. وعندما سلمت وإذا بالمنادي ينادي من المسجد الله أكبر، صلاة الفجر من يوم الجمعة، دقيت على صاحب البيت وقلت له الصلاة نروح نصلي. استغرب صاحب البيت، ما شاء الله، صحيح؟ قلت له نعم، يلا نروح نصلي في المسجد. ذهبت إلى المسجد أنا وياه وصليت، حسيت أني إنسان آخر، حسيت أني خرجت من المسجد يعني وكأني ما قد عشت على هذه الدنيا يوم واحد، خرجت بروح آخر، بقلب آخر، بشعور آخر، حسيت أنني قادم إلى نور، إلى سعادة، وما كنت أظن أنه سيقابلني ما قابلني من الابتلاء. فجاء وعد الجمعة، فمن مشيئة الله سبحانه وتعالى ذهبت من آخر المدينة إلى آخرها إلى مسجد جامع الفاروق في باجل، تقيم عليه مؤسسة الفرقان الخيرية جزاهم الله خير. فجاء الخطيب واستقبلني بخطبة لا يعرفني ولا أعرفه، ولكن هذه الخطبة كانت مركزة على السحرة والمشعوذين وما هو عذابهم وجزاءهم في الدنيا قبل الآخرة ثم عذاب الآخرة.
فهذا زادني إيمان وزادني إصرار على التوبة بفضل الله. ثم بخطبة هذا الشيخ وهو الشيخ علي يفوز، قد يكون منكم من يعرفه، هو الآن في مكة، أسأل من الله أن يزيده من العلم وأن ينفع به. بعد الخطبة سألت على بيتي وذهبت إلى البيت وقلت له يا أخي أنا إنسان ظروفي كانت كذا وكذا وكذا، الآن أنا أقدمت على الله وتبت، فاستبشر بالخير وأخذ بيدي وقال لي أبشر نحن أخوانك وسنقف بجنبك في بكل شيء، وما قصروا جزاهم الله خير في مؤسسة الفرقان الخيرية، فساعدوني وبذلوا معي كل شيء. فذهبت إلى البيت وأمامي خيارين، إما أن أعود إلى الشعوذة ويبقى كل شيء، أو أصر على التوبة وينتهي كل شيء. فقلت لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كلمات وآيات قرأها علي الشيخ وعلمني إياها، قلت لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فذهبت إلى بيتي إلى عند زوجتي أم الأولاد، فطرحت عليها الرأي، أنا الآن تبت إلى الله ولكن أمامي خيارين، إما أعود وسأترقى أكثر مما أنا عليه الآن من السحر والشعوذة ويكثر المال ويبقى كل شيء، أو إني أصر على التوبة ونفقد أولادنا ومالنا وكل ما هو أمامنا الآن. بفرح كان ثمنه الموت للزوجة، بفرح شديد استبشرت به وقالت لن يبقى معنا شيء حتى نهلك إحنا، نخسر الدنيا ولا نخسر الآخرة، الذي أعطانا هؤلاء سيعطينا خير منهم، الذي رزقنا الأولاد قادر أن يرزقنا أكثر منهم، الذي جاب لنا هذه الماشية قادر أن يعطينا أكثر منها. من خلقك ومن أعطاك؟ كلمات تقولها زوجتي، عيب علي أني لا أعرفها، سنين عايشة معي ما أعرف أن هذا الكلام مخزون في قلبها، ما استطعت أن تظهره أمامي وتقول اتق الله. بعد إصرار مني على التوبة جاء دور الانتقام، جاء دور الانتقام بالأولاد. ضياء الدين كان الضحية الأول، عمره 9 سنوات، يدرس في الصف الثاني، انتفخ كما ينتفخ التيوب من الهواء حتى تفطر جسده وخرجت عيناه. ثم بعد ذلك أخي عمار 6 سنوات، شد الابتلاء، أسأل من الله أن يجعلهم تطهير. ففقدت الوعي في نفس اللحظة أكثر من شهر أو أكثر من شهر وأنا فاقد الذاكرة والوعي. أصحى أتذكر الأولاد، أعود على ما كنت عليه، فقد الذاكرة، حتى جاء الدور بعد سنة على الزوجة بأخذها. كانت في آخر ليالي الحمل، كانت حامل في ليالي الولادة في نهاية الشهر 9، اختفت بطنها واختفت جنب من بطنها، ولكنها لا تتعلم شيء، تمشي. وبعد 3 أيام تفاجأ انها تنزف بشكل غير طبيعي، اسعفت المستشفيات يقولوا لا جني ولا فيها شيء، شليتها عند احد المراكز الذي يعلم القران، واذا بالشيطان يتكلم ويقول لن اتركها حتى يرجع عن توبته، لن اتركها، واذا لم يترك التوبه لن اتركها حتى تموت، وحتى يموته سينتقم، حتى تهددوا اني وسينتقم حتى مني انا. ولكن كان الله اقوى وكان التثبيت اقوى، فقالت لي اذا كنت تريد ان يجمع الله بك في الجنه فاستمر على ما انت فيه، اذا كنت حقيقه
بتوبتك، فلا تخاف، والله لن يفعلوا شيئا، لن يفعلوا شيئا مهما هددوك. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهكذا يبتلى الإنسان، كما قال سحرة فرعون: آمنا برب موسى وهارون، جاء البلاء، صادق أو ليس صادق، نقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف. إما هذا العذاب أو عذاب الآخرة أشق، كما أراه الله عز وجل في الرؤيا أن هذه النهاية، وإلا قليل الإيمان يقول: طيب لو ما تاب كان خلوا عياله. ما دام الله عز وجل قدر عليهم تلك الساعة فوالله لن يستقدموا ساعة ولن يستأخروا. كم مات لنا من الأولاد، كم مات لنا من الإخوان، هل كنا سحرة وتبنا فماتوا؟ لا، لكن هذه فتنة يظل بها الشيطان من عنده رقة في عقيدته. والله هذا هو اليوم، وقد قال الله عز وجل: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. لماذا؟ هل أبواه ساحرين؟ لا، أبواه مؤمنين. طيب يا ربي ليه تأخذ أبواه معهم مؤمنين وطيبين وتأخذ ولدهم؟ نعم، فخشينا هذا الطفل لو كبر لطغى وأفسد البيت وجعل الأسرة كلها توجه إلى النار، لا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأراد ربك أن يبدلهم، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وإلا الشياطين والله لا يستطيعون أن يفعلوا إلا كما تستطيع النملة أو الكلب في الشارع، أجلكم الله، إن مكنهم الله فعلوا، إن لم يمكنهم لم يفعلوا. هذا هو الأمر الأول. أما قضية أن أخي داود يقول أنه رآهم ينتفخون، هم قال الله عز وجل في القرآن: سحروا أعين الناس، كما جعلوا الناس ينظرون أن الشيء الجنبية تدخل في جنبك وتخرج وأنت ليس فيك شيء. هم عندهم أعطاهم الله أنهم يسحرون أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، لكن يظل والله لا يملكون كشف الضر عن أنفسهم هم ولا تحويله، وما يحصل في هذه الدنيا من أمر إلا بتقدير الله جل جلاله. فهنيئا لك أن نجحت في هذا البلاء، فكم مات لأقوام في حوادث، وكم مات في المستشفيات، وكم مات، فهنيئا لك إن صبرت. قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يقول: من قبضت صفيه من فلدت ثمرت فؤاده، فصبر واحتسب وحمد واسترجع، بشره الله ببيت في الجنة. هو أصلا سيموت في ذاك اليوم، سيموت في ذاك اليوم، لكن هل ستبشر في قصر في الجنة أو لن تبشر؟ ختاما وهو يقول الرؤيا، وأنا أتذكر في كلام الله سبحانه وتعالى الذي سنختم فيه هذا المقام، وتفكر معي واسترجع الرؤيا وأنا أمر معك في هذه الآيات: حينما أراد الله بأخينا خيرا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وذاك الأب يقول: أرجع، باقي عندك فرصة. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا، خذ الحل، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت. يقول: باقي وقت عندك، أنا ما عندي. فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول، ركز على هذه الآية، أو تقول حين ترى العذاب
الباب لو أن لي كرة فرصة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فخذها أخي وخذيها أخي أو اتركيها. خلاصة هذا الموضوع أنه والله كما قال الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا والله قوي عزيز والله عزيز ذو انتقام. إذا أراد الله أن حشرة تؤذيك وتدخل في أذنك ستفعل, وإذا أراد أن يحميك سيحميك. أعطانا الله عز وجل كيف أن يحمينا؟ قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم